يعني عم يحاول بعد عن المشهور وتقريبا بعيد عنها بسنتين مثلا. رغم هيك العالم بعد عم تنزل وتسبح لتخلص من الشوب اللي احنا عم نمر فيه. عم نشوف اعداد كبيره عم تنزل على البحر عم تسبح يوميا. نتائج الدراسات اللي قام فيها المركز هالسنه بينت انه الشط الشعبي بصيدا مياهو صارت حذره بما تكون ملوثه، صار لونها اصفر بما تكون حمراء. من انا وصغير بحب اروح على البحر، خصوصا بأول الصيفية كنت بعد البحر هادي. كنت هون بما اني بصيدا كنت روح على المسبح الشعبي، بس مؤخرا من بعد ما نزلت شهرين ثلاثة حسيت بحريق بظهري، فرحت عند دكتور جلد وأول ما عم بطرح له الموضوع قال لي عم تروح على البحر، قلت له لا على البحر، قال لي منك أول واحد جاي لعندي، أعطاني علاج. قال لي ممنوع نهائيا بعد تطلع على البحر. عزمت تقريبا حوالي شهر. للأسف هيدي المياه ملوثة بمياه الصرف الصحي بكميات كبيرة. طبعا نسبة العقديات البرازية الموجودة بالمي تسمح لبعض الناس السباحة في هيدي المي، ولكن بنفس الوقت هناك نتائج ومضاعفات سلبية بدءا من المشاكل الجلدية، تحسس من هيدي نوعية المي، وبعض الأشخاص ممكن يروحوا يفوتوا على مستشفيات إذا قضوا فترات طويلة في السباحة في بحر صيدا. كمان دراسة اللي عملت على النفايات الصلبة وشملت شط صيدا على 4 فصول بينت انه في كمية كبيرة من النفايات الصلبة وهيدي مشكلة، ووصلت كمية النفايات لل 20,000 قطعة بالمية متر طول للشط، فهيدي لازم لها حل كمان. في مشكلة من أكل السمك لأنه نسبة المعادن الثقيلة اللي كادميوم ورصاص وزيبق هي أقل من المعدلات المسموح فيها عالميا، ولكن تحديدا الأسماك اللي بيتم اصطيادها على المجرور هي أسماك لا يمكن أكلها وتسبب بمشاكل صحية لأي شخص بده يكون عم يستهلكها. ونقطة المجرور بيتجمع عليها سمك بسموه العقيص. العقيص دائما وين في مجرور بيتجمع بكثرة، يعني كيف؟ حوالين المجرور. بس ما يتصيدوا بالصنارة على تم المجرور، يبعدوا عنه ويتصيدوا. بحر صيدا يتمتع ايضا ببيئه نظيفه، بيئه بحريه نظيفه بمنطقه الزيري اللي هي بتبعد عن الشط عددا من الكيلومترات. حلفت يمين ما عاد ما عاد شو، لا على البحر ولا بدي انزل، لا على الشعب ولا غير الشعب.